لقد كان هذا اليوم يوما عاديا ومملا. لقد حان الوقت للذهاب إلى السوبر ماركت. قمت بكتابة قائمة المشتريات. من يرغب بمساعدتي؟ أنا أريد. وأنا أحسنتم يا أحبائي. ما الذي علينا أن نشتري ماما جوزي؟ هذه قائمة التسوق موجودة في القسم الرئيسي في السوبر ماركت. عليكم شراء ما يلي من قسم الأجبان والمرتديلا. عليكم شراء ما يلي من قسم الفواكه والخضار الطازجة. يا أطفال اصعدوا إلى السيارة، سأخذكم إلى السوبر ماركت الكبير. يا سلام، هذه المرة فقط سنترك الشيء في المنزل، إنه يشاغب في السوبر ماركت. لا جاي، اختر ما الذي تريده، الذهاب إلى السوبر ماركت أم البقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز؟ كالعادة، سوف نتحمل مشاغبة جاي المشاكس.
نأخذ البضاعة على الناقل. اغفر على بضاعتنا في العربة. من فضلك أخبرني كيف تود أن تسدد ثمن البضائع. هل تريدها من خلال البطاقة أم نقدا؟ سنقوم بدفع ثمن البضائع نقدا. اسحب الورقة النقدية التي قيمتها أكبر. هذه لا تكفي. اختر ورق. هذه لا تكفي. اختر ورق. هذه لا تكفي. اختر ورقة نقدية. هذه لا تكفي. اختر ورقة نقدية أخرى. اضغط على المبلغ المتبقي من قيمة المشتريات. نشكركم على اختيارنا. قوموا بزيارتنا مرة أخرى. If you like to play with me, please rate me 5.